بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم أعضاء نادي مهندسين الأردن في دورة الريفت الإنشائي. اليوم راح نبلش المرحلة الثانية من دورة الريفت. طبعا قسمنا دورة الريفت لمرحلتين، أنا كنت ناوي أقسمها لثلاث مراحل أو أربع مراحل. المرحلة الأولى هي النمذجة، لأنه في ناس بهمهم من الريفت كيفية النمذجة. والمرحلة الثانية اللي هي الرينفورسينج، اللي هي تفاصيل حديد التسليح والأنوتيشن وجداول الكميات. والمرحلة الثالثة اللي هي مواضيع ادفانسد، اللي مش انه برنامج الريفت هو مستخدم فقط للأبنية، لا، وانما يستخدم مثلا للستيل ستراكشر، مستخدم للجسور، مستخدم لاكثر من عناصر انشائية او عناصر مدنية. ف راح نختصرها على مرحلتين لحتى ما نطول الدورة. فاحنا رايحين المرحلة الثانية اللي هي بداية اليوم ان شاء الله في هذا الدرس، رايحين نبلش في الرينفورسينج، وبعدها نعمل الانوتيشن إلها، بعدها نطلع جداول الكميات، تمام؟ وغير هيك راح نتطرق انه كيفية تحميل النموذج، يعني الريفت بسمح لنا ان نحمل النموذج تبعي، احمله بالاحمال، تمام؟ واورده جاهز مثلا لبرنامج الروبوت او برنامج الاي تابس في احماله. لكن انا بحبذ يعني انه انا اعمل النموذج، بعدين اروح احمله بواسطه برنامج الايتاب او الروبوت، واحلله هناك واطلع الاريا اوف ستيل، وبعدها ارجع اعمل تفاصيل لمين؟ للتحاديد التسليح وين بالريفت، واعمل المخططات التنفيذيه تبعتي. لهيك يعني المفروض انه نهايه المرحله الاولى انه انا النموذج تبعي يكون جاهز لمين؟ للتصدير لبرامج التصميم. الآن طبعاً إحنا عملنا نموذجين في هاي الدورة. النموذج الأول كان العمارة، طبعاً هي بلشناها بفيلا، كان مخطط فيلا لكن المخطط كان ناقص فكملناها العمارة. اليوم طبعاً في آخر درس كان بالمرحلة الأولى، اللي هو نظرة سريعة أو مراجعة سريعة على المرحلة الأولى، فعملنا هذا المخطط أو هذا المنشأ. إن شاء الله راح نبلش تسليح فيه. طبعاً التسليح ما راح يكون دقيق 100%، لكن هي الفكرة منه انه كيف بنسلح بواسطة الريفت. طبعا احنا رايحين نكمل على هذا النموذج، ارفقت لكم في الدرس اللي رفعته اللي هي رابط ملف الاوتوكاد اللي اشتغلنا عليه، بالاضافة لمين؟ بالاضافة لملف الريفت اللي هو اللي مفتوح امامكم بامتدادين RBT اذا للناس اللي عندهم ريفت 2020، واي اف سي للناس اللي عندهم اقل من 2020 واعلى من 2020. طبعا خلينا نلغي هاي الشادوز والسن لايت من هون. الشادو بدي الغيه، والسن لايت بدي الغيه، سن باث اوف، تمام. الان رجع الموديل تبعي. الان بدنا نحكي عن الرينفورسينج او الرينفورسمنت. في عندي نوعين من الرينفورسمنت او طريقتين للرينفورسمنت، يا اما بالرينفورسمنت الموجود معي اللي بتيحه الى الريفت اللي هو من ستراكشر. ففي عندي قائمه اللي هي قائمه الرينفورسمنت، هيها مكونه من ريبار اريا باث فابريك اريا فابريك شيت كفر ريبار كبلر، او عن طريق اكستنشن او اد انز اللي هي ملحقات لمين؟ لبرنامج الريفت، او ملحقات لاي برنامج من هاي الملحقات. برنامج ملحق صراحه يعني بيختصر علينا وقت كثير، اللي هو اسمه نافييتريكس او REX اللي هو هون نافييت REX. هذا بتيح لنا انه نسلح بوقت سهل وبوقت بسيط. الان اذا بدي استخدم الاستراكشر رينفورسمنت فهي قصه طويله جدا باخذ منها وقت. يعني تسليح القاعده اذا بدي اسلحه بالرينفورسمنت ممكن ياخذ معي القاعده الواحده تاخذ معي شو ما كنت سريع شو ما كنت محترف شو ما كنت بدها تقريبا نص ساعة. بالنافييتريكس يا دوب تاخذ معي ربع ساعة اذا كنت عارف انا شو بدي. فتخيلوا فرق ايش؟ فرق الوقت. الان في الادنز او بالاكستنشن نافييتريكس راح ارفق، طبعا راح انزله على النت وارفق لكم الرابط معه، بتيح إلي اللي هو جميع أنواع العناصر الخرسانية مثل البيمز، كولومز، كونتونيوس فوتينج، بارابيت، بايل كاب، بايلز، ريتينينج وول، سلاب كورنر، سلاب أوبنينج، سبريد فوتينج، وولز كورنر، وولز،
الى اخره. لكن لما احنا بنقرا بالعناصر الانشائيه ما لقينا السلاب، لهيك احنا السلاب راح نرجع نضطر انه نسلحها بواسطه ايش؟ بواسطه الرينفورسمنت تولز الموجود عندي وين؟ بالريفت. خلينا نبلش. مثلا عندي هاي القاعده، فمثلا لو عملنا سيلكت، تمام، سيلكت اول، عملنا فلتر تشيك نان، بدي بس ستراكشرال فوتينج ابلاي، اوكي تمام. الان بدي على النظاره اكتب اختار ايزوليت اليمنت، فظهرت لي ايش؟ ظهرت لي بس القاعده. الان لاحظوا هاي القواعد تبعي بدي اسلحها، فمثلا لو اخترنا هاي القاعده بعمل عليها سيلكت، بروح على الادنز تبعي اللي هو نافييت ار اي اكس. نافييت ار اي اكس احنا عندنا هون كل القواعد هي عباره عن ايش؟ عن ايزوليتد. فانا بختار ايش؟ سبريد فوتنج. فالان بعد ما اخترت سبريد فوتنج، تظهر لي هاي القائمة. هاي القائمة هي واضحة وسهلة. reinforcement of separate footing. في عندي بهاي القائمة في عندي أربع أو خمس خيارات. في عندي geometry اللي هي الخصائص الخرسانية أو خصائص، خلينا نحكي التصميمية أو خصائص الدايمنشن أو الأبعاد لمين للقاعدة. في عندي هون identification family اللي هو اسم الفوتينج تبعي. التايب هو F1. أبعاده، لاحظوا بالأبعاد خلينا نقرأها. A اللي هي ايش؟ اللي هي الويدث. B اللي هي الدبس. عندنا XC اللي هي بعد العمود عن مين؟ عن وجه القاعدة. طب هاي شو بستفيد منها لغايات البنشنج؟ A اللي هي كم العمود، كم عرض العمود الموجود على هاي القاعدة. YC اللي هي كمان بعد العمود عن وجه القاعدة بالواي اكسس. البي كذلك الامر اللي هي كم عرض العمود. بالتالي هاي الابعاد انا اصلا هو غير مسموح لي ايش؟ غير مسموح لي اني اغيرها، فبالتالي هي ان انيبل تو موديفاي او اديتد. نشوف على قائمه السكشن، في عندي هون اتش اللي هي الثيكنس تبع مين؟ تبع القاعده. فانا اصلا ماخذ هذول هذه الارقام ماخذها من مين؟ ماخذها من العنصر نفسه، تمام؟ نجي على البوتون بار. مثل ما بنعرف انه حديد التسليح في القاعده هو عبارة عن شبكة سفلية أو علوية، يا إما بتكون سفلية يا إما بتكون سفلية وعلوية بالاتجاهين، تمام؟ لأن لاحظوا إنه عندي reinforcement definition، عندي السي اللي هي الكفر، السي اللي هي الكفر. الكفر طبعاً حسب الكودات يا إما 7.5 سم أو 40 سم، عفواً 4 سم أو 7.5 أو 4 سم إلى آخره. فأنا مثلاً لو خليتها 7.5 سم، تمام؟ اللي هي 75 مل اللي هو cast against earth، وهذه الغاية من مين؟ من الكبر. الآن نجي على خصائص التسليح وين؟ بالقاعد. longitudinal bar و traversal bar. longitudinal bar اللي هي لاحظوا بالمقطع اللي هي اللي رايحات بشكل ايش؟ بشكل طولي على العرض. و traversal اللي هي ايش؟ اللي هي البارز اللي بكون الشبكة السفلية أو اللي بكون عمودي على longitudinal bar. الآن في عندي هون بار، البار هون الأقطار المتوفرة بالريفت متوفر عندي هاي الرموز، لكن بإمكاني أنا أحمل مكتبات ثانية يعطيني إيش؟ يعطيني أقطار ثانية. فمثلا بدي longitudinal bar اللي هو فاي 16، فبختار 16 فأعطاني فاي إيش؟ فاي 16 مليمتر. الماتيريال هي ريبار حسب الـ ASTM A615M، تمام؟ الآن نجي على الهوك اللي هو نهايات البار، هل بيكون فيه هوك ولا ما فيش هوك؟ هذا الهوك له نوعين، يا اما ستاندرد 90 درجة أو ستاندرد 180 درجة، فأنا بختار إيش؟ ستاندرد 90 درجة. الآن في عندي هون S1 C1 و SB CB. لاحظوا هون في الصورة، CB اللي هي إيش؟ عفواً خلينا نبلش بـ S1. S1 اللي هي إيش؟ اللي هي بعد الهوك خلينا نحكي، أو بعد نهاية القضيب تبع اللونجتيودينال عن إيش؟ عن الكفر، عن طرف الكونكريت
سكشن. طيب S1 اللي هي المسافة ما بين كل بار وبار، المسافة ما بين كل بار وبار. لو حكينا إنه المسافة ما بين كل بار وبار بدل ما تكون 93 مل تخليها مثلا 200 مل، تمام؟ طبعا أنا ضغطت Enter بعد ما دخلت فأعطاني Generating of Reinforcement of the Spreading Foot in the Progress، يعني الآن بده يعمل لي إيه Generating لل Reinforcement حسب المعطيات هاي. هو ما لازم احط له انتر، يعني الاصل اني اعدل بعديها اعطيها اوكي بيعمل جنريتنج، بس مش مشكله خليه يعمل جنريتنج لحتى نشوف. لاحظوا انه الان اعطاني ايش، اعطاني هاي التفصيله. طيب الان بس خلينا نختار هاي القاعده، تمام؟ نختار بارز من هون ريبار، في عندي هون اللي هي فيو فيزيبيليتي اديت من ال 3D بعمل لها تشيك تشيك لحتى اشوفها، تمام؟ وبعدها بحطها هون فاين لحتى يظهر لي بهذا الشكل. لان هذا ببساطه هيك انا سلحت ايش، انا سلحت تسليح قاعده بسيط جدا، تمام؟ لاحظوا انا عندي الشبكه، هذا اللونجيتيودينال، هذا الترافيرسال، هذا اللونجيتيودينال، عفوا هي اللونجيتيودينال، وهي الشبكه. احنا قلنا انه تسليح القاعده هو سفلي أو شبكة سفلية أو شبكة سفلية وعلوية، أنا حسب المصمم شو أو حسب تصميمي أنا. أي لاحظوا إنه في عندي هاي الهوك هون اللي قلت يدن البار، المسافة هي 20 سنتي ما بين هاي وهاي، ما بين هاي وهاي، هسا المسافة ما بين هذول البار، تمام؟ الآن لاحظوا النيك أوف كولومز، النيك أوف كولومز لاحظوا على شكل، على شكل الكاني كيف رابطة، تمام؟ طبعا انا لسه انا هذول ما لعبت فيهم اصلا نيك اوف كولومز، يعني كان كل شغلي هون، ولكن غلطه وحيده اللي هي حطينا انتر بعد ما دخلنا ال 20 سنتي فاعطاني جنريتنج، بس مو مشكله بنعدل. بنروح على السبريد فوتينج، انا بختارها، تمام؟ بروح على النافيتريكس بختار السبريد فوتينج مره جديد، بيعطيني هذا التصميم بغير لي فيه مثل ما بدي. الان تمام نيجي على خليني بس اصغر هالشاشه ولا اخي هيك خلينا. الان هل في ترافيرسال بار ولا لا؟ هل في ترافيرسال بار ولا لا؟ لنفرض ان في ترافيرسال انه 16 مل نفس الخصائص، ايضا هوك 90 درجه. الان المسافه 20 مل، اوب 20 مل، تمام. في عندي هون اللي هي الكفر، الكفر فلو حطيتها 7.5 اللي هي احنا حكينا عن سي 1 وسي بي اللي هي البعد، تمام؟ نخليها هي مثلا الكفر نفس الكفر. الان بعد ما خلصت بروح على التوب بار اذا كان في عندي شبكه علويه. الان اذا كان عندي شبكه علويه نفس الخصائص لكن هي مش مفعله، كيف بدي افعلها؟ بحكي لهذا البرنامج انه او لهذا الاكستنشن انه يا حبيبي يا هذا الاكستنشن انا عندي توب رينفورسمنت، بعمل تشيك وبرجع بعدل بهاي الخيارات مثل ما عدلت وين؟ بالبوتوم بار. لكن انا بديش يكون في عندي توب رينفورسمنت، احنا لحتى نستعجل وننجز بحديد التسليح. الان نجي على الدولز، الدولز شو هي الدولز؟ الدولز هي النيك اوف كولومز، النيك اوف كولومز اللي هي خلينا نحكي حديد التسليح الغايه منه هو يشرك لي القاعده مع مين؟ مع العمود، فبسموه النيك اوف كولومز او الدولز. هل عندي دولز؟ نعم، هذا هو الدولز. الان انا بدي البار شو هون؟ لنفرض انه حديد مثلا 16 كمان، تمام؟ الآن الدول تايب، لاحظوا الدول تايب كيف شكل الدول تايب. أنا الدول تايب أنا بحبه بهذا الشكل، هو في العادي هيك الدول تايب، هيك شكله، تمام؟ لكن إذا في عندي أنواع حسب الديتيلز أو حسب المصمم فبقدر أختار من بين هذول الثلاث أنواع، تمام؟ فبختار هذا الدول تايب. الآن في عندي الهوك توب والهوك بوتوم، الهوك توب والهوك بوتوم. الآن الهوك بوتوم اللي هي هون، تمام؟ هاي يعني لو عملنا 90 درجة مثلا لحتى نشوفها، تمام؟ لحتى نشوفه ونعمل انتر. نسوي جنريتنج ما فيش مشكلة. لاحظوا الهوك، هذا الهوك بوتوم هذا الهوك توب، لاحظوا انه سكر الي ايش؟ سكر الي القضبان بهذا الشكل، لكن احنا ما بدناش اياه هيك، صح؟ احنا بدناش اياه هيك، احنا بدنا اياه بالطريقة التالية. بديش اياه هوك نن، وبالبوتوم بديش اياه هوك، انا شكل الدولز هيك هو التمام.
الآن الـ number of bars، الـ number of bars عندي الـ NB والـ NI، الـ NB والـ NI. الـ NB اللي هي الأعمدة اللي رايحة على هذا الـ axis، رايحة باتجاه بالاتجاه باتجاه العرض، الآن باتجاه عفوا الدبث. الآن بالاتجاه هذا هي الـ N1، تمام؟ الآن أنا شو بدي مثلا هون بدي إياها؟ بدي مثلا العكس. طبعا هذا كله بيرجع حسب ايش؟ تسليح العمود، حسب تسليح العمود. فمثلا انا بدي اياه 2 الدولز ب 2. الان هون الانكورج لينث، الانكورج لينث حسب المعادلات في داخل العمود وداخل الفوتنج، اللي هي هون 24 فاي، يعني 24 ضرب 16 مليمتر، وهون 24 ضرب 16 متر. اذا حاب تزيد مثلا بالكولومز، مثلا هون بدي اياه مثلا يكون مثلا 50 سم، تمام؟ وبدي اياه بالفوتنج خلي 24، اوكي ماشي 50 سم و24 ما فيش مشكله. اوكي لو عملنا الان ايش؟ اوكي لو عملنا اوكي خلينا نشوف شكل ايش الرينفورسمنت شو طلع. لاحظوا شكل الرينفورسمنت كيف طلع. عندي هون قضيبين 1 2، عندي قضيبين 1 2. فهمتوا علي؟ يعني الان لو رجعنا على السبريت فوتنج، تمام، المقصود في ان بي، المقصود في ان بي اللي هي القضيب هذا والقضيب هذا، وان اي القضيب هذا والقضيب هذا. انا حاطين كم؟ طبعا هذا بيرجع حسب ايش؟ حسب تسليح العمود، لانه هاي النيك اوف كولومز. الان نيجي على ايش؟ نيجي على الاستربس ان بير. الاستربس ان بير المقصود فيها اللي هي الكانات الموجوده وين؟ الموجوده عندي هون لحتى يمسكن او لحتى يحقق الغايه من وجودهم في ايش؟ في النيك اوف كولوم، تمام؟ طيب الان في عندي هون reinforcement definition stirrups of footing beer. كم الـ كم الكفر؟ لنفرض مثلا 75 ملم. طبعا هاي مش فرض، هاي الارقام احنا على سبيل المثال نتعرف شو معنى هذا الاكستنشن، شو معنى هذا الاكستنشن، لكن هاي الارقام هي اثناء التصميم، وانتم اسياد التصميم الان بعد ما كملنا النموذج تروحوا بتحللوا حسب الكودات وحسب المعطيات هاي والمقيدات التصميمية، احنا بنختار هاي الأرقام. الآن الـ type of parameter of stirrups كم القطر الفاي، فأنا اختاره مثلا 10، تمام 10 ملم. الآن الـ stirrup type، الـ stirrup type عندي نوع واحد لأنه بحاجة لإيش؟ فقط إنه عدد هو بيعتمد الـ stirrups إنه قديش في عندي NB وN NB وNI. الان الاستربز الهوك، شكل الاستربز، شكل الاستربز، فمثلا تايب 90 مثلا خلينا نشوفه هون اس اللي هي قديش المسافه ما بين كل استربز واستربز، تمام؟ لو عملنا اوكي احنا غيرنا الاسترب تايب ل 90 درجه، نشوف شو المقصود فيها. لاحظوا ان 90 درجه هي شكل الكان المعتاده اللي هي البلدي هيك بنعملها. لو غيرنا هاي الكان مثلا حطيناها سبريت فوتنج، غيرنا هاي الكان الى 135 درجة اللي بيكون فيها زي المعكوفة من الزاوية، تمام؟ زي المعكوف من الزاوية اللي هي المقصود في المعكوف اللي هي هاي الزاوية هاي، تمام؟ طيب لو رحنا على السبريت فوتنج كمان واخترنا اللي هي سيزميك 135، هنا الغاية منها غاية السيزميك لود، اذا كان في عندي سيزميك لود اللي هو من ضمنه مثلا الايرثكويك الى اخره، بكون هذا الشكل نفس ال 135 بس الغايه منه الانشائي هي سيزميك لود. الان لا، انا بحب الشغل البلدي وبحب الشغل العامي، فانا بختارها على 90 درجه. الاس اوكي بدي اياها، تمام هيك على 140، تمام اوكي. الان لاحظوا انه هاي الاستربس فقط للجزء اللي داخل ايش؟ للجزء اللي داخل في مين؟ للي داخل في القاعده، للي داخل في القاعده. هي ما طلع معي الاستربس، ما طلع معي الاستربز وين؟ في باقي النك، في باقي النك. النك اوف كولومز اللي هي هذه الجزئيه او اللي بسموها الدولز، النك اوف كولومز او الدولز هي حديد تشريك ما بين القاعده والعمود، فبسموها النك اوف كولومز. واحنا اصلا منمذجينها وحسبنا حسابها في ايش؟ لما عملنا، اذا بتتذكروا او اذا تابعتوا معي اخر درس، عملنا كولومز بسيط وين؟ باللاندنج، عفوا بالار سي فوتنج، عملنا كولوم بسيط، تمام؟ وقلنا له انه هذا كونسترين تبعه لللاندنج، فهذا انا عبرت عنه على اساس انه ايش؟ النيك اوف كولومز، تمام؟
طيب الآن لاحظوا أن الكائنات الموجودة في السبريت فوتينج هي فقط للمنطقة الواقعة وين؟ داخل للمنطقة الواقعة داخل إيش؟ داخل هذا الفوتينج. الآن لو رحنا على التوب فيو، لو رحنا على التوب فيو، توب فيو، وأخذنا سكشن، هاي مهارة جديدة، مهارة جديدة. لاحظوا أنه الفوتينج مهارة جديدة، لأن من هون وشون الـ 3D في عندي هون إيش؟ سكشن. بدي أخذ مقطع بهذا الشكل، تمام؟ حلو. الآن بدي أشوفه، دبل كليك على السهم. لاحظوا إنه هذا الحديد تبعي وتفصيلته. طيب بس خليني أسحبه شوية تحت. تمام. لاحظوا هذا مقطع، بس خليني أنزله كمان، بدي إياه بس مقطع في الـ RC footing. لاحظوا إنه أنا عندي النيك أوف كولومز، تمام، هيو طالع، هي تشريك ودولز، تمام. خليني بس إني أختاره بحيث يكون فاين. هذا النيك أوف كولومز، هذا النيك أوف كولومز، وهذا الجزء الموجود بالفوتينج. هون الكانات الستيربس، هون اللينجوتيودنال بار اللي هي هاي، تمام. هسه لو كان في ترافيرسال اللي هي الجزء الآخر الموجود هون، وهذا الهوك تبعي، الكفر اللي هو من هون لهون، هذا هو الكفر تبعي الآن. والكفر ما بين اللي هي النيك اوف كولومز والستيربس اللي هي من طرف الستيربس لغاية وين؟ لغاية العمود، اللي هي هاي ايش؟ اسمها الكفر. الآن احنا سلحنا ايش؟ سلحنا القاعدة، سلحنا القاعدة. طيب أنا يا مهندس الهوك طويل، طب كيف بدي أعمل؟ أختاره، أختار حديد التسليح. الآن في عندي هون من الديتيلينج، في عندي هون من البروبرتيز، في عندي هون كونستراكشن، في عندي هون خيار الهوك ايش؟ اللي هي الهوك الكوانتيتي سبيسنج رول، اوكي. طبعا هون الرول كويس، انه الرول لغايه هذا البار هو نمبر اوف سبيسنج ولا ماكسون، هي طريقه تفصيل توزيع الحديد، لكن احنا ما حددناه، هو اللي حددها البرنامج الاكستنشن، ما لناش فيها، تمام. طيب الان بدي ارجع على ال 3D، تمام، واشوف انه ارتفاع الهوك كون، بدي ازود الهوك، بدي ازود الهوك، بدي ازود الهوك، تمام، بدي ازود الهوك. فقط انه اختار هاي القاعده على النافييت، ونروح على السبريت فوتينج، نشوف هل في عندي شيء بيعطيني للهوك كم ارتفاعه ولا لا. هون توزيعة الهوك في الستيربس، الدولز، احنا على البوتون بار، كم الهوك دجري، قديش السبيسنج، لا ما اعطاني شيء. طيب تمام، طب من وين اجيبه ارتفاع هذا الهوك؟ ارتفاع هذا الهوك بروح على الريبار هون، عفوا، بختار الريبار، بختار الريبار، تمام، بختار الريبار، وفي عندي خيار اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، طيب مو مشكلة، مو مشكلة، مو مشكلة. أنا قديش هو ماخذها؟ قديش عندي الهوك؟ نص متر إحنا حاطينه، صح؟ نص متر، طيب نص متر. طيب الآن إحنا بدنا الهوك هذا طوله مش عاجبني، تمام، أو بدنا نغيره، مش عاجبني، بدنا نغيره. الآن لو عملنا سيلكت على هذا الشبكة، رحنا هون على قائمة بروبرتيز، إحنا دورنا قبل شوي، دورنا هون ما فيش. طيب لو نفكر فيها وين بتكون موجودة؟ الهوك هي موجودة مع إيش؟ مع النوع، مع تايب، مين تايب هذه الشبكة. فأنا لازم أعمل وين أروح ألقاها؟ بالإيديت تايب. بالإيديت تايب بنلاقي هون إيش؟ بنلاقي هون خيارات، من هاي الخيارات اللي هي الهوك
length. فأنا بعمل edit، تمام، بعمل edit. الآن هون الإيديت في عندي هون أنا نوع الهوك تبعي، نوع الهوك تبعي المستخدم، نوع الهوك تبعي المستخدم. فالآن شو هو الهوك المستخدم عندي هون اللي استخدمناه في النافياتريكس؟ بجي بعدله من وين؟ بجي بعدل خانته، لأنه إذا ما عمل دوبليكيت فهو بأخذها حالة عامة. إذا ما عمل دوبليكيت بأخذها حالة عامة. مثلا لو رجعنا نشوف نوع الهوك اللي هو ستاندرد إيش؟ اللي هو ستاندرد 90 درجة، تمام؟ الآن بنروح على إيديت، تمام؟ هون بدل ما هو 250 مثلا بدي أخليه نص، عفوا 500 مل، والثاني عفوا 500 مل، إيه ليش إيه؟ تمام. الآن بدي أعمل أوكي، تمام، أعمل أبلاي. الآن بسوي لي ريجينيريشن. الآن لاحظوا إن الهوك ارتفع. طيب بما إنه هيك وإحنا قاعدين بنصمم عشوائي وبنسلح بشكل عشوائي وما عندناش، خلينا نحط طبقة ثانية نافياتريكس كمان سبريت فوتينج، ونحط توب بار شبكة بنفس الخصائص 16 ميلي مثلا، 16 ميلي. بدي أستخدم ترافير، بدي أستخدم كل الخيارات الموجودة، تمام. بدي اعمل هوك كمان، لا بديش اعمل هوك، شبكه علويه خليها اس 1 بنحطها 20 200 عفوا. وهون هل يوجد ترافيرسل؟ بديش ترافيرسل، خليها ترافيرسل ما فيش مشكله، وخليها على 200 واعمل اوكي. الآن لاحظوا عمل لي شبكة علوية، لكن إيش؟ الهوك مش واصلها، يعني لازم هي تكون مثل البوكس، تمام؟ فأنا برجع بعدل، بإمكاني أعدل أول شيء اللي هي الكفر، موضوع الكفر. سيلكت نافياتريكس سبريت فوتينج اللي هي الكفر تبعه على 75 مل، تمام تمام. سي بي 75 مل كمان، خليها 75 مل كمان، اعمل اوكي. طيب تمام، لان اصبحت هيك صارت يعني تقريبا، لكن الهوك اذا كان في تفصيل او اني اعمل هوك ايش، اهوك في الشبكه من فوق سبريت فوتينج، بدنا نعمل هوك. هو مش منطقي ومش تسليح، ولكن بدنا نستخدم كل الخيارات لحتى نشوف شو بزودنا فيه، شو معناها وشو بنعكس إلي. لاحظوا الآن الهوك صار مثل البوكس المسلح، تمام. فهذا هو بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لحديد تسليح القاعد. طيب الآن أنا هون خلصت هذا تسليح القاعد، بدي أنقل التسليح وين؟ هون. طيب خلينا نستخدم، لو رحنا على الار سي فوتنج، تمام، لو رحنا على الار سي فوتنج واخترنا واير فريم، الان لو رحنا عملنا سلكشن هون وقلنا له فلتر، بدي بس الريبار تشيك نان، بدي بس الريبار، حلو، ابلاي اوكي. الان بدي انسخه هون، بدي احاول انسخ اشوف هل بيشتغل معي امر الكوبي ولا ما بيشتغلش. كوبي، لأن بيعطيني إنه سنتر، فأنا بدي سنتر الوسط هون وأجيبه هون، تمام. خلينا نشوف هل الوضع هذا مناسب ولا مش مناسب بالـ 3D. أوه لا، تمام الوضع. الآن بعمل سلكت عليه، تمام، بدي أظهره بنفس هاي الحالة، تمام. بختار من هون الريبار، في عندي هون خاصية الفيزابيليتي، عفوا ال 3D، في خاصية الفيزابيليتي الفيزابل، لا مش هون، احنا مختارينها فاين. الآن هون نعمل سيلكت، تمام، نختار الريبار
اللي هي View Visibility بال 3D، اعمل لي اياها Solid وان Opt Secure. فالان ظهرت لي بنفس هاي الخصائص. بقدر اكرر، بقدر اكرر، خلينا نكررهم بنفس الطريقة. Select، تمام، Filter، Check None، Rebar، تمام، Apply، OK، تمام، Copy. لاحظوا انه سلحت واحدة وعملت كوبي بيست لمين؟ للباقيات. يعني هي مجرد تكنيك لحتى ارتاح، يعني اقل ما فيها ارتاح من هذا التسليح ومن هاي القصص. تمام، هون في الاين، هون الاين في القاعدة مش مناسب، فعندي هون القاعدة هاي structural footing، وهون طيب نعمل لها الاين، نعمل هون، نعمل هون، وهذا هون، هيك تمام الأمور. طيب برجع بعمل modify، عمل select بنفس الطريقة، filter، check none، rebar، copy، من السنتر أمسكها أحطها هون، تمام، بنفس الطريقة لباقي القواعد. الآن بنشوفهم بال 3D. الآن لو عملت مثلا select، الآن بدي أشوف بال 3D، تمام، وضعي، ولكن هون مش الأمور مو تمام. نختار الريبار، بنروح على ال View Visibility، بنختارها بال 3D، اوكي، تمام، وهون بال Structure Rebar بال View Visibility نعمل ايش؟ View as Solid. الآن أنا سلحت، الآن أنا سلحت مجموعة القواعد هاي بنفس الطريقة، بسلح باقي القواعد، تمام؟ طيب، الآن لحتى كم مضى علينا من الوقت؟ تمام، نص ساعة. الآن بنفس الطريقة بإمكاني أسلح باقي العناصر. إن شاء الله الدرس القادم راح نبلش تسليح بالأعمدة، وبعدها البيمز، وبعدها السلاب، تمام، وبعدها ندخل في مواضيع الأنوتيشن، ندخل في مواضيع حصر الكميات وتداول الكميات. بتمنى أنه تمشوا معي، واللي بحاجة لأي شيء بالنافييتريكس يبلغني، إن شاء الله راح أرفقه برابط. نافييتريكس الموجود هون بيشتغل على كل الإصدارات من 2020 وأقل، لكن ما بيشتغلش على 21، تمام؟ ما بيشتغلش على 21، وهو السبب الرئيسي اللي خلاني إني أنقل من إصدار 21 ل 2020، لأني ما لقيتش هذا الإكستنشن لل 21. طبعًا هل ممكن إني أعمل نفس التفصيلة بالستركتشرال رينفورسمنت؟ نعم بإمكاني، لكن شايفين الخطوات هاي النص ساعة راح تأخذ معنا ساعة وساعتين وثلاث، لأن الترتيب والاشكال رايحات يملل، يعني بمللا لدرجه انها ويست اوف تايم، لكن احنا بنحتاج او بنعمل بالطريقه الاسهل وبتطلع لنا نفس النتائج. طبعا بنرجع وبنقول وبنكرر انه برنامج الريفت هو مش تصميم، وانما هو ديتيلينج اند موديلينج. ويعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.